عسلامة. سام بس الحمد لله. الحمد لله. عرفنا لي محمد الهادي. منين؟ سو كرم عين انطلاقة حمام لم فريانة كلها نسكن فيها بحكم ما اليوم باش نحكيو على وضعية المستشفيات في تونس. كارثة كارثة والله كارثة بتمان الكلمة للزوالية. نسخ أنا عندي مرتي مثلا على حسب معناتها عندي مثال عندي ولو أنه أمي مات في شهر نيكول معناتها بالأهمال الله يرحمها تو عندها مدة تو عندي مرتي أنا مشيت على سيقة توجع فيها معناتها ركبت قالوا لها باش تركبي فار بعد ركبت الفار هذيك بعد يطلع الباب هذيك غلط هذيك روشي مخك ما تصدقش قالوا لنا راهو قطر قعدت هي المرأة زادت ماشي وحالتها تتعكر قالوا لها الفافل غلط لازم ناخذوا معناتها نحوا لك الفافل ونعملوا لك عرق اخر يعاودوا نرجعوا شنو هي مالنا مشكله في السبيطار ما نكذبش عليك قال كان عجبكم معناتها تنجموا تزور الكلينيك نعطيكم الدوسي تزور الكلينيك تحكي على الخطا الطبي يعني بسبيطارات بخطا طبي بالاهمال اخي مو يتسمى اهمال خطا طبي انا يتسمى انا ما انا فهمش فيه انا جبت الكاميرا تمشي على ساقها توا موجوده المدام تمشي مش تصور معناتها كان انا نكذب ولا باش يتفرج يقول لك لا يكذب توا تمشي وتدخلوا توا تلقاو الدوسي وتلقاوها هي كيفاش بتصور عامله بعد نحوهولها مازالك راهو اسمع نحوهولها الفار وبدلوا لها عرق في ساقها بعد قالوا له مش سيقك هذيك اليمين والله كيما نحكي لك والله عملوا فيها ما تعملش حسب الله ونعم الوكيل عملوا فيها مسكينه مرتي راه مش نحكي انا معناتها على بنتي تو نقول ولا امي سخفه مسكينه عندي بنيه وليد انا ولدي هج كما كان يحكي الوليد قبلي تو خرج مشى حرق هبل كي شاف امه كيك قال نمشي نخدم نمشي نعمل حكايه نمشي نجيب باش نداوي امي حرق طبعا ما عندوش 3 شهور فما تبقات عندي بنيه والمراه صار لها تو مرتي بالحكيكس ما عادش تنجم تمشي مشات بساقيها تمشي تو ما عادش تنجم تمشي تو ما تمشيش تو بالعكيكس انا ما نخدمش تشوف فيا تو انا بطل قاعده هنا تحكي عن النقل انا خرجت 5:30 بليك قلت لي علاش قلت لك قلت لي النقل قلت لك شخص خرجت 5:30 باش نمشي نتوكل على الله نشوف وصلت لتونس وقتاش 9:30 حنتي لي قرا 5:30 والله العظيم قسما بالله والله خرجت 5:30 وكذا انت ليه اللي يتفرج تو اللي قاعد يسكن في حي الانطلاقه يعرف يصد تحم بان صح جاء مع 7 زيد يتحم بان في مفتاح صادله فهمتي زاد جاء العباد مساكن مفتاح صادله كومبلي طلعت حسيلو ناخذ قريبة 8 نخلت لهنا قريبة 9 غير ربع هبطت 9:30 انا بحث المنقاله وقتاش باش تمشي انت تشوف خدمه وقتاش باش تتعاون معناتها انا تو عندي امراه مطيشه نحكي لها روحي انا عمري 53 سنه وهو راه عنده الحق الشباب كي ناقم يشوفني انا عمري 53 سنه ويشوف كيفاش عايش وكيفاش عارس كيما ولدي انا اللي صار كيما كان ندير الوليد يحرق اللي سبيطارات معناتها كيما كنت تحكي لك تمشي تشوف كان عندك فلوس تمشي للكلينيك والا راك تداوي وراك حتى كيما اللي مرض بالكورونا كيما اللي مرض بعمليه راه يمشي عندك فلوس راك تداوي ولاباس وعندنا جراحه يطيروا تيران وعندنا طب تطير تيران وذي بيع عندنا كفاءات عندنا كفاءات شيء غريب لكن ماهوش للي يجي باش نكذب عليك موش للي يجي عندك تحيا ما عندكش تموت هذه اللي ريتو وانا معناها تحكي هنا على المريض اقسم بالله ليه عندك فلوس باش نجم توصل باش تداوي باش نجم باش القطاع الخاص في القطاع الخاص اوكي انا قالوا لي كان جيت في الكلينيك مثلا قالوا هالي انا فرش قال زيت مرتك الكلينيك راهي لاباس راهي تمشي على ساقها كان جا عندك شكون في السبيطار الداخلي وهزيتها السبيطار الداخلي في المرسى راه مشيت على ساقها كانت هزيتها من غير ما نسموا السبيطارات العموميه عاش عليك النورمال نسمي ولا ما نسمي هي حنا باع قال خاصتها الحنا باع مثلا هذاك ولا زيتها كلينيك توفيق ولا زيتها برشا كلينيك راهي تداوي وتولي تمشي على ساقها انت هزها للسبيطار الموتى الرابطه السبيطار من الاول هزينا موزي سليم من بعد بعثونا للرابطه هكا يعني معناتها نعاود لك في كلام والله صاير غاديك قالوا لي جايبها للسبيطار الموتى هنا سي نورمال بنتك مرتك تدخل بها كان علاش انا مشوي مكوي كي خاطر كانت تعاون فيا كانت تخدم معايا فهمت كانت تعاون فيك لقيت وعدتي فهمت لقيت وعدي ما عادش نجم ما نكذبش عليك ما نكذبش عليك ولدي مشى حرق مرتي بركت وانا عندي بنيه تقرا بقيت وحدي وانا ما نخدمش فهمت تعبت في السبيطارات ما عنديش كرني صار فيا ما صار فهمت بالنسبه
بالنسبة للكرني، علاش ما حاولتش تمشي للولي المعتمد تتصل بالمسؤولين؟ تو هكا تو فاتتني معناتها، انا تو حسب رايك تكون المعتمد اللي نتحصل عليه من بعد يتعاود يحط واحد اخر، نجي نعاود خويته ساقين برا مشي تحصل عليه، وين تمشي ادفع دوسيك استنى، صار فيا ما صار، فهمت؟ وانا وحدي، فهمت؟ وانا وحدي معناتها ما عندكش شكون معارف، ما عندكش ناس، ما عندكش، فهمت؟ انا قاعد هنا تو والله العظيم انا قاعد هنا قبل ما نخمم معناتها وين باش نمشي لشكون باش يعاونك، لشكون باش يقف معاك، لشكون باش يدبر لك خدمه، فهمت؟ انت مشيت لواشت على خدمه ولا لا؟ خدمه انا عامل يومي، انا عامل يومي نخدم معناتها تو انا بحذاك، كان يجي واحد يهزني تو مش نسرح حتى لقمم نمشي تو معناتها انا كنت ندور دبوسه ماء وكسكروت على غفله جيتو انتوما وانا ندور والله دبوز ماء وكسكروت وانا ندور بلاصه بلاصه لوش في خدمه، فهمت؟ كاوش عابين نقول لك، فهمت؟ على الاخر سينما شوف شباب كيفي انا يشوفني يشوف انا يشوف بوه يشوف عائلته كيفي انا سينما باش ينقم على البلاد هذيا، فهمت؟ وباش يحرق وباش يعيفه ويسمع اللي ولا يشوف حتى ما نحكي له، والله انا نحب نحكي انا نقول له مره، بالعكس نشجع شباب نقول له اقرا خصوصي اقرا تو بنتي الظروف هذه الكل ونقول لها اقري باش انت نهار اخر تمحسي لي دم انت دم سين دم انت باش تعاونيني باش، فهمت؟ وقاري يا بنيتي ريت الهم هذا الكل وبنيتي قاريه وكل عام تجيب، فهمت؟ واحنا في المزيري هذا وقاريه والحمد لله وناجح. بالنسبه لولدك وقت اللي قرر انه يحرق انت شنو رايك؟ انا تو ولدي انا انت خايف معناتها فقت بي انا في السبيطار، احنا في السبيطار هو شاف الوضع هو احرق وانت ما في بالكش حتى ايه مسكين جبدها يجبد فيه الموضوع يجبد فيه تو نمشي باش نمشي يعني يهدد وكا هو يهدد احنا في السبيطار ومن بعد ما جينا نطلبوا ما تحصلناش عليه معناتها، فهمتني؟ ومن بعد طلبنا من عند اصحابه حرق تو انقطعت اخباره المده ذي ما عادش تحصلوا عليه. دخلت فينا غوره كنت صبر في يوم وانا بليل يتكلم نقول هي راهو يتكلم بليل يتكلم نقول هي ولا كان نكذب عليك قسما بالله والله عندي انا تو 8000 والله نخلص لكم تاكسي ويجي شوف تمشي معايا تو تصور تدخل على غفله ما نقول لحد حتى التليفون ما عنديش راه تقول تو يعلم والله ما عندي تليفون مشي على غفله تلقى الحاله تشوف الام تشوف الدار تشوف كيفاش تسال على ولدها وتقيت هي تتفجعت تقول لك بليل بي حاجه بجد صحابه باش تسهلني علي بالرغم من كيكه فك الحاله هذيك في ساقيه. سبيطار خسرك في مارتك خسرني في مش على سبيطار انا سبيطار الرابطه مش خسرني في مرتي برك حطمني ابار خسرني في مرتي انا حطمني انا سبيطار كانت مرتي تخدم في الحمام تعاون فيا وكانت شاده ولدها وكان ولدها يشوف فيها معناتها وكان ما احنا مصبرين حطم لي حياتي انا حالة ذي تشوف فيها كل مسبيطار مسبيطارات الرابطه موزي سليم شرني كول ثلاثه دارتها مرتي وثلاثه هزيت وذاك اللي نقم ولدي هز شاف امه كيكه ما عادش ينجم معاش ينجم شمشي يسرق وانا لحد الان هكايا وما مديتش يدي ما مشيتش مديت يدي ولا مشيت باش نسرق ولا مشيت قلت اعطوني زاد مشيش نطلب نشوف لو قلت نحب نخدم ماذا بيا معناتها نخدم هكا والله لو قلت اعطوني ولا مشيت هزيت نتاع الناس لتو وانا في اقصى الحاله وانا كريم مش خالص وانا يامي تكرم فهمت تقول لي انت سبيطارات ونقل كل شيء مش باهي في تونس عنده الحق طفل كان متشائم قلت له متشائم انت كل شيء صدقني والله نقول لك في واقع نعيش فيه ممكن انا ظهري نعيش عشت والفتره نشوف كل شيء خايب دخت ومن ثم شكون غيري عايش لاباس اما انا نشوف فيه ما راهو شيء غريب راهو كنقل كسبيطارات تعبت ما لقيتش حتى ان شاء الله ربي يفرجها عايشك عاش اختي